بسم الله، عندنا تمرين لعضلات الفخذ، بوكس جامب داون. عندنا 6 قفزات، عندنا مجموعتين، عندنا 30 ثانية راحة. احنا هنطلع فوق ونبدأ نقفز. بس تخيل معايا لو انا غيرت ارتفاع الصندوق، خليته مرتفع اكتر من الاول، فبالتالي انا كده خليت التمرين اصعب. طبعا انا لازم اصعب التمرين كل فترة، اول ما احس ان التمرين بقى سهل لازم اصعبه. فانا كده خليت الارتفاع ايه؟ اعلى، وهبدأ هعمل جامب. شايفين؟ هطلع كده اهو. لنا 6 قفزات، جولتين، 30 ثانية راحة بين الجولات.